أهلا وسهلا بكم جميعا في قناة كل يوم منحة. معكم منال بوجنير، واليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله عن فرصة ممتازة جدا بدولة تركيا، حضور برنامج تطوعي، أيضا فيه رحلة سياحية. سوف نتعرف عن التفاصيل، الشروط والمميزات بعد قليل. قبل أن نبدأ في تفاصيل هذه الفرصة، أريد الإعلان عن مسابقة لأول مرة في قناة كل يوم منحة، وإن شاء الله ليست آخر مرة. شهر أغسطس إن شاء الله سوف يكون مليء جدا بالمفاجآت، وكلها سوف تكون في صالح كل طالب وطالبة. فبالنسبة لفرصة هذه المرة المقدمة من طرف قناة كل يوم منحة، هي عبارة عن تقديم لثلاث فرص مختلفة بخصم 50%، وهذا نظرا لكثرة هذه الفرص من حيث حضور مؤتمرات وندوات وبرامج تطوعية. ولكن للأسف أن الديدلاين الخاص بكل فرصة قريب جدا من الفرصة الأخرى، فبالتالي ممكن الطلاب يكون لديها تشتت وليس لديها متسع من الوقت للاهتمام بكل منحة على حدة والتقديم على كل هذه الفرص بنفسه. ناهيك عن كل هذا، أن الفرص التي سوف يتم التقديم لها من خلالنا هي ثلاث فرص: فرصة اليوم والتي سوف نتحدث عن تفاصيلها بعد قليل، فرصة ألمانيا والتي كانت عن حضور منتدى بألمانيا، هذا هو الفيديو، سوف يكون الرابط في أسفل في صندوق الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو، زائد فرصة أمريكا واللي هي عبارة عن برنامج لمدة 3 أشهر بأمريكا وممول بشكل كامل، وهذه الصراحة اللي فعلا فرصة لا يجب تضييعها. المشكلة في هذه الفرص هي شيئين: أول شيء بالنسبة لفرصة أمريكا، فيتحتاج منك بحث لحوالي أكثر من 1200 كلمة، وهذا عائق جدا بالنسبة لكل الطلاب، فبالتالي نحن من سوف يقوم بهذا البحث. الشيء الثاني هو بالنسبة للديدلاين، بحيث أن فرصة ألمانيا الديدلاين هو 31 جولاي، وبالنسبة لفرصة أمريكا الديدلاين هو 2 أغسطس، وفرصة اليوم ديدلاين 31 جولاي، فبالتالي لا يوجد متسع من الوقت حتى يهتم الطالب بكل منحة على حدة. بتقديمك على 3 فرص متنوعة في بلدان مختلفة يجعل لك الحظ أوفر للقبول، وإذا لم تقبل في واحدة أكيد سوف تقبل في أحد الفرص الأخرى، فبالتالي حاول أن تغتنم الفرصة وسجل الآن طلبك معنا، لأنه سوف يتم توقف استقبال أي طلبات جديدة يوم 30 جولاي، بحيث أنه يكون لدينا متسع من الوقت للتقديم لك على الفرص الأخرى. إن شاء الله نرحب بجميع طلباتكم. طيب، الآن مع فرصة اليوم، فرصة ممتازة جدا، فرصة بدولة تركيا تحديدا بأنطاليا. هذه الفرصة مقدمة من طرف منظمة الـ ICYF، وهي منظمة إسلامية للشباب بتركيا، عادة ما تقدم برامج عديدة جدا، وسوف نسمع اسم هذه المنظمة في العديد من الفيديوهات القادمة. هي هذا البرنامج هذه السنة في دورته الرابعة، عبارة عن برنامج تطوعي وفي نفس الوقت رحلة سياحية إلى تركيا. فيه مميزات عديدة والشروط بسيطة جدا. آخر موعد للتقديم 31 جولاي. المكتوب على الموقع هو 1 أغسطس، ولكن 1 أغسطس بمعنى لن يتم استقبال أي طلبات أخرى، فبالتالي آخر موعد لإرسال طلبك هو 31 جولاي. ليس متبقي هناك وقت كافي، ولكن التقديم بسيط جدا، أو بإمكانك المشاركة في المسابقة حتى يتم التقديم لك من خلال فريق كل يوم منحة. الشيء الثاني أن هذا البرنامج مقسم للشباب لوحدهم والبنات لوحدهم. بالنسبة للشباب سوف يكون موعد البرنامج ما بين 19 إلى 23 أكتوبر، أما بالنسبة للإناث فسوف يكون في الفترة ما بين 26 إلى 30 أكتوبر، وهذا صراحة شيء جميل جدا. بالنسبة لموضوع هذه السنة أو ما سوف يناقشه هذا البرنامج، هو المشاكل التي نواجهها الآن مع الكوارث الطبيعية، وكيف ننشر الوعي بين الشباب فيما يخص هذا الموضوع، وكيف نكون دائما في حالة وعي بالمخاطر التي حولنا. فيما يخص الشروط لهذا البرنامج، شروط بسيطة جدا صراحة وتكاد لا تذكر. أول شيء هو بالنسبة للعمر، العمر متاح ما بين 18 إلى 35 سنة، فهذا يدل على أن أكثر من 90% من الأشخاص يمكنهم التقديم على هذه الفرصة. الشيء الثاني هو أنه لا يشترط أي لغة، شهادة لغة، ولكن مطلوب أن يكون عندك مستوى في اللغة الإنجليزية، أكيد لأنك سوف تذهب إلى بلد غير ناطق باللغة الإنجليزية يتحدث اللغة التركية وأنت شخص عربي، فولابد أن يكون هناك نقطة حوار بينكما، وهذا سوف يتم باستخدام اللغة الإنجليزية.
الشيء الثاني أيضا أن يكون عندك روح المسؤولية والقيادة، وأن تبرهن عن هذا من خلال كتابتك للأبليكيشن. فبالتالي أعتقد أن هذه الشروط متوفرة في كل طالب وطالبة وحتى الخريجين، لأن هذه الفرصة متاحة للجميع سواء كنت طالب أو في جامعة أو مدرسة ثانوية أو حتى إن كنت خريج. بالنسبة للمميزات، هذه الفرصة لها مميزات عديدة جدا. أول شيء سوف تشمل لك السكن، وجبات الطعام، تنقل داخل تركيا وأنطاليا، أيضا توفير رحلة سياحية بالمجان. بالإضافة إلى كل هذا سوف تساعدك في خطاب للحصول على الفيزا بشكل سريع وأسهل، وأيضا يوجد تأمين طبي. بالنسبة لتذاكر الطيران من بلدك إلى أنطاليا فهي غير مشمولة، فهي على حساب الطالب، ولكن جميع التكاليف داخل أنطاليا وتركيا هي على حساب المؤسسة أو المنظمة، فأنت لن تدفع أي شيء ما دمت داخل تركيا. ناهيك عن كل هذا، سوف تحصل على شهادة إتمام هذا التطوع، وشهادة ممتازة جدا يمكنك إضافتها على السيرة الذاتية، بدون ذكر المميزات المعنوية فيما يخص الالتقاء بطلاب وأشخاص من مختلف دول العالم، التحسين من مهارة التواصل باللغة الإنجليزية، وأيضا المشاركة في عمل تطوعي بدون أي مقابل مادي ملموس. وهذا سوف يكون بحد ذاته شيء جميل جدا أن نقدمه لمساعدة الآخرين أو نشر الوعي فيما يخص الكوارث الطبيعية. أما بالنسبة لمعايير معايير القبول، سوف تعتمد على خبرتك في مجال التطوع، لأنه لابد يكون عندك خبرة في مجال التطوع. ليست بالأمر الصعب خبرة في مجال التطوع، لأنه يمكنك ذكر أي عمل إنساني قمت به من أجل تقديم المساعدة بدون انتظار أي مقابل، فهذا كافي جدا. أيضا سوف يتم الاعتماد على مهاراتك من حيث القيادة وحل المشكلات، وأيضا في المسؤولية أو تحمل المسؤولية، وهذه النقاط سوف يتم توضيحها عندما يتم إجابتك على المقالات المذكورة في الموقع. فلابد انتباه لهذه النقاط، ولابد أن تذكر صفاتك الاجتماعية والإنسانية. أيضا كانوا يحتاجون لأي معلومات إضافية منك، يمكن أن يكون في مكالمة هاتفية أو انترفيو فقط لمعرفة بعض التفاصيل الأخرى عنك. بالنسبة للإعلان عن المقبولين أو الأشخاص الذين تم رفضهم، فبالتالي سوف يتم الإعلان عن المقبولين فقط، ولن يتم إبلاغ الأشخاص الذين تم رفضهم، وسوف يتم الإعلان، لم يتم ذكر موعد بالضبط، ولكن في الأغلب سوف يكون بعد 8 أسابيع بحد أقصى بعد انتهاء مدة التقديم. فبالتالي حاول أن يكون طلبك جاهز، والأبليكيشن مكتوب بشكل صحيح بتعبيرات جيدة باللغة الإنجليزية، ذكر أهم نقاط قوتك، وأيضا لا تنسى الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي الذي تتوفر عليه. إن شاء الله يكون بالتوفيق لكم. لا تنسوا إذا تريدون التقديم على هذه المسابقة فهي متاحة للجميع، بحيث أن تستفيد على 3 فرص بخصم 50%. سارعوا بالتقديم وفي انتظار طلباتكم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، والآن مع شرح طريقة التقديم نذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي. كل هذه المواقع أو الروابط سوف تجدونها في صندوق الوصف. أول شيء معنا الموقع الرسمي، هنا عليه التفاصيل بشكل عام عن الموقع، بعد ذلك تضغط على Apply Now ينقلك لهذه الصفحة، وهنا حيث يوجد معلومات أكثر عن البرنامج وما هي التكاليف التي يغطيها وما هي المهام التي سوف تقوم بها هناك، زائد الديدلاين وتواريخ مهمة سوف تفيدك جدا. طيب، كل هذه المعلومات يمكنك قراءتها، وزائد هذا هو الإيميل الخاص بهذه المنظمة بحيث يمكنكم التواصل معهم في حالة ما وجدتم أي مشكلة أثناء التقديم. بعد ذلك تضغط على Apply for this event وتنتقل إلى هذه الصفحة. أول شيء بعد ما تضغط على Apply سوف يقول لك إما Login أو Register، فبالنسبة لك كمستخدم لأول مرة تضغط على Register، تملأ بمجموعة من المعلومات منها الاسم، رقم الهاتف، الإيميل وباسورد، وبعدها يتم إنشاء إيميل وباسورد لك، ويمكنك الدخول على Login مباشرة فيما بعد. بما أنني قمت بهذه الخطوة قبل قليل، فبالتالي يمكنني فقط عمل Login والدخول لهذه الصفحة مباشرة. هنا يكرر بعض المعلومات التي قمت بملئها قبل قليل، وهذه فقط أي معلومات بشكل عام، فقط لأني أريد أن
أوضح لكم طريقة التقديم. بالنسبة لأول شيء هنا مذكور ديدلاين 1/8/2022، ولكن انتبهوا أن 1/8/2022 هذا اللي هو لن يتم استقبال أي طلبات ابتداء من يوم 1، بمعنى لا يحق لك التقديم يوم 1/8. يوم 1/8 أريد انتهى التسجيل، فآخر مدة لديك متاحة للتقديم هي 31 جولاي. فهنا لدينا فقط معلومة يقولون أن أي شيء عليه علامة النجمة فهذا يعني أن هذا الحقل ضروري ويجب ملؤه. فمع أول سؤال هو الناشوناليتي، الجنسية، هنا يجب رفع إرفاق جواز السفر أو الصورة من جواز السفر، بالعلم أنها مطلوبة مرة أخرى، ولكن الأول هي الناشوناليتي، الجنسية، فيتم إرفاق إثبات عن هويتك أو جنسيتك. الشيء الثاني هو إرفاق صورة من جواز السفر أو الاي دي كارد. ثاني شيء هو الرقم المكتوب على جواز السفر أو الاي دي كارد. تاريخ انتهاء الصلاحية، الاكسبايري ديت. بعد ذلك كيف سمعت بهذا البرنامج أو ما هو من أين سمعت بهذا البرنامج، سوشيال ميديا، ويب سايت آذر أو واتساب جروب وغيره. هنا ننتقل إلى الإيديوكيشن، تضع هنا بالنسبة للجامعة التي تدرس بها حاليا، ديبارتمنت التي تدرس بها والتي تخرجت منها، يعني ما هو الديبارتمنت اللي هو المجال، وما هو مستواك في اللغة الإنجليزية. وانتبه أنهم هنا لا يطلبون أي شهادة لإثبات مستواك في اللغة الإنجليزية، كل ما عليك هو تحديد المستوى فقط. وهنا كتابة إذا لديك أي لغات أخرى يمكنك التحدث بها مثل الفرنسية، الألمانية، غيرها من اللغات. كل ما كان معك لغات أكثر كل ما كان هذا شيء إيجابي. ننتقل للجزء الثالث وهو بالنسبة للسوشيال ميديا. بالنسبة للسوشيال ميديا هذا النوع من المؤتمر أو الICYF الموجود بتركيا، دائما ما يعتمد على في جميع الابليكيشنز التي يفتحوا للتقديم، دائما ما يركزون على السوشيال ميديا، بحيث أنهم يسعون إلى أن الطلاب الذين يشتركون في هذه البرامج أن تنشر عنهم بشكل أكبر في صفحاتهم الشخصية. فبالتالي ولا بد، وهذه كنصيحة، أن يكون عندك فيسبوك بروفايل أو تويتر والإنستغرام ولينكدين. إذا مثلا لا يوجد تويتر على الأقل يكون عندك الفيسبوك والإنستغرام ولينكدين. بعد ذلك هنا الخبرات في التطوع، كما ذكرنا قبل قليل أن التطوع من بين الخبرات المطلوبة بشكل أساسي في هذا البرنامج. إذا حتى لا يوجد لديك خبرات يمكنك أن تقول أنه كان عندي خبرات معينة، هذا يكفي، يعني أذكر أي خبرة معينة يمكنك من خلال البحث في جوجل أو أي شيء. بعد ذلك تضع هنا اسم المنظمة، يمكنك ذكر أي منظمة موجودة في بلدك، شاركت في التطوع أو كنت مثلا عضو أو أي شيء كنت تقوم به مع هذه المنظمة. بعد ذلك ما هو دورك الذي كنت تقدمه. بعد ذلك ضع الرابط الخاص بهذه المنظمة، الرابط بمعنى الويب سايت. بالنسبة للجزء الثالث وهو الإمرجنسي كونتاكت، بمعنى إذا تعذر عليهم التواصل معك ضع لهم اسم ورقم هاتف أي شخص من طرفك، بحيث أنهم يمكنهم التواصل معه في حالة ما لم يصلوا إليك. فتضعون السيرنيم، الاسم، اللقب، علاقتك بهذا الشخص، رقم هاتف هذا الشخص، ويقولون أيضا أن تضع رقم واتساب هذا الشخص، الكود الدولة، رقم الهاتف بكود الدولة. هنا السؤال الآخر هو هل لديك أي حساسية؟ ضروري من ذكر هذه المعلومات بحيث أنك لا يحصل أي شيء مفاجئ هناك عند يعني خلال هذا البرنامج. هنا بالنسبة للسؤال هل لديك أي يعني أدوية معينة تأخذها أو مثلا أي أمراض مزمنة، تذكر هنا إذا لديك أي أمراض مزمنة. بالنسبة لهذه النقط إذا ذكرتها لن تؤثر في القبول أو الرفض، هنا فقط لمعرفة حالة هذا الطالب أو هذا الشخص الذي سوف يحضر البرنامج حتى يكونوا مستعدون لجميع الحالات. هنا ننتقل للجزء الخامس هو experience and motivation. فأول شيء هو ضع أو لا اكتب خبرتك في التطوع فيما لا يقل عن 300 كلمة، 300 كلمة كمينيموم. تكتب اسم المنظمة، الأنشطة التي قمت بها مع بعض التفاصيل والبلد الذي كانت فيه أو كان فيه هذا التطوع. هنا يجب إرفاق يعني تجربتك في هذا التطوع، إما صور، إما مثلا المكان الذي تم فيه التطوع أو أي شيء يخص هذا التطوع كدليل أنك ماذا شاركت. هنا explain your professional motivation، يعني اكتب هنا لماذا تريد الانضمام إلى this camp اللي هو هذا
هذا البرنامج؟ لماذا تريد الانضمام إليه؟ يعني ما هي الحوافز؟ ما هو الأسباب التي تدفعك للانضمام فيما لا يقل عن 300 كلمة؟ هنا دائما ما يجب أن نذكر أنه من أجل التعرف على أشخاص من دول مختلفة، من أجل المشاركة، من أجل القيام بأعمال تطوعية، من أجل زيارة تركيا بما أنها بلد جميل. يعني يجب ذكر كل هذه التفاصيل. إذا ليس لديك معلومات يمكنك البحث في جوجل، سوف تجد يعني تعبيرات كثيرة يمكنك كتابتها. هنا السؤال الثالث، ويقولون أنه في بعض الأشخاص يكون لديهم خبرة معينة في التطوع، مثلا أنه لديهم اهتمامات معينة في هذا المجال. في بعض الأشخاص التي تهتم بالتطوع ولكن في مجال معين مثل القيادة، أو مثل مثلا أنه يكون يساعد في التطوع من حيث السوشيال ميديا والنشر عن هذا التطوع أكثر، أو مثلا مساعدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. فبالتالي أذكر اهتمامك في التطوع، ما هو الجانب المهتم به، بالإضافة إلى هل لديك أي خلفية مسبقة أو تجربة يمكنك مشاركتها معنا. السؤال الرابع، هل كان حصل معك أي مشاكل خلال تجربتك السابقة في التطوع؟ إذا نعم، قم بوصف كيف قمت بتسيير هذه المشكلة وكيف قمت بحلها. هذا شيء جميل لأنهم يودون معرفة مهارتك في التواصل، مهارتك في القيادة، ومهارتك في حل المشكلات مع أشخاص لا تعرفهم في بلد لأول مرة تزورها. فبالتالي هذا الشيء ماذا؟ سؤال ذكي. لا يكون الجواب بلا، حاول أن يكون الجواب بنعم، وأكتب يعني أكتب مهارات توضح شخصيتك أكثر. هنا السؤال الخامس، هل شاركت في أي برامج يقدمها الـ ACYF من قبل؟ إذا نعم، أكتب اسم البرنامج. الشيء الأخير فقط، هنا سوف يكون check in the box. أول شيء هو بالنسبة للـ International Transportation، أنهم يقولون بالنسبة للطلاب الدوليين أو المشتركين لن يتم تغطية تكاليف الطائرة، فهذه تكون مكلفة أو يتم توفيرها من الطالب بنفسه. والشيء الثاني هو بالنسبة Local Transportation، هو التنقل داخل تركيا، فهو يشمل من يعني من طرف المنظمة، فالمنظمة سوف تتكلف لك بجميع المصاريف النقل داخل تركيا. الشيء هنا في ملاحظة، أنه هذه أو هذا البرنامج سوف يشمل لك وجبات الطعام، السكن، وأيضا رحلة سياحية يعني مثل السياحة في هذه المدينة، وكل هذه الأشياء سوف تكون مشمولة بالمجان. هنا فقط تضغط على أنك تؤكد على كل المعلومات التي ذكرتها من قبل، وأنك سوف يكون معك جميع الاحتياطات الواجبة لكورونا أثناء السفر، وفقط هنا أنك تضع توافق على كل شيء، واسمك والنيم والسورنيم، وبعدين submit the form. هذا كل شيء بالنسبة لهذه الفرصة، فرصة ممتازة جدا يمكنكم التقديم عليها، وإن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.